تنقول لك كاين الدراري ما واعين هذوك اللي قلتي كيما كيلوحوا الحجر من الفوق فهمتي كيكون السيد غادي في لوطور حتى كضربوا شي حاجه من الفوق اما هادو على القنطرات اللي كيصوبونا راه في الليل كيكونوا خايبين ما يمكنش دوز الدائره كيبان لي بان بنادم ما كاين لا قرايه لا خدمه لا والو بنادم ما واعيش ما مشقفش داكشي علاش كيدير داكشي كيلجؤوا لداكشي باش فهمتي يبقاو يجريسيو بنادم وهادو حيدوا ليه ديالو داكشي ما مزيانش ما منو والو نتوما سامعين فيها في هاد القنطره ولا في شي بلايص اخرين لا حنا ساكنين هنا حداها وعارفين داكشي كامل اللي كيوقع هنا فهمتي حيت حنا ما كنقدروش ندوزو من هنا بالليل بالليل الكريساج حنا الناس دايرينهم هنا باش نتجاوزوا حوادث السير باش بنادم يولي يدوز تماك بنادم كيجيو يوقفوا الشفار هنايا كيجي بنادم باغي يدوز ولادو كيولي مكريسي شناهي هذه ولكن بقاو يشيروا بالحجر كتلقى براش ما هادشي كامل جهل اخويا بنادم دايرين هنايا باش ما بنادم يتشيسع في الطريق تكون لي بنادم كريسي كتصارح تكون كل سيكيورتي في كل قنطره ولا بعض المرات تيجيو السيكيورتي هنايا وبعض المرات ماشي يكونوش كاع خاص الوالدين يردوا شويه البال وخاصهم يشدوا وليداتهم يدخلوهم للدار شنو الرساله ديالك الرساله ديالي هو يعمر لهم الوقت قد ما الدري عمرت ليه الوقت قد ما كيلقاش فين يخرج يدير بحال هذا الفعيل انا بالنسبه لي هذه القنطره زادوها غير زادوها لان الناس كيتسرقوا فيها كاع بالنسبه لهذه القنطره وقعت شي حالات واه كيتشكاو منها الناس كيتشكاو الناس واش كريساج ولا تشياد بالحجر ولا تشيار بالحجر وكريساج قالوا الناس راه انهم كيتكريساو هنايا انا ما عمرني شفتها ولكن قالوا الناس خاص الحكومه تدير شغلها لان كل بلاصه فيها خطر خاصها الحكومه الحل هو الحكومه ماشي كنا الارواح ديال بنادم دابا ولاو في خطر صحاب موبيلات هو راه في خطر مال واش نوم اللي في الليل وما كاين امن ما كاين والو يدير واحد ما بغا ملي يتخوى الدنيا يدير واحد ما بغا انت شنو كتقترح مثلا اللي كنقترح هو الامن يكون معمر البلاد والسلام هذا هو من الحوايج اللي مهمه كنعرفوا هو الامن الا ما كانش الامن غتكون الفوضى بطبيعه الحال والدراري الله يهديهم حتى هما لانه واش هاد الحوايج هادو انا كيبان ليا ما كيعيش يشوه السمعه ديال البلاد وصراحه ما كيعطيوش الصوره زوينه علينا وصافي ما فهمتش انا زعما هاد الناس هادو واش باغيين يوصلوا هذا الشيء اذا عنده بزاف ديال العوامل من بينهم فهمتيني التربيه ونفسي حتى المدرسه ما كتساهمش بحال هاد الحوايج اي والله يهدي ما خلقوا صافي خويا هذا من الحمق صراحه ياك من الحمق هذا باش الانسان يدير بحال الافعال هذه راه افعال اجراميه هذه شو كتقترح انت كانسان كيدوز من هنا واش غنقول لك هنا السيكوريتي هنا ولا هنايا تيكون الامن يوميا ولكن بحال بعض المرات ما تيكونش يعني الامن تيكون يوميا الامن تيكون ولكن بعض المرات ما تيكونش وغالبا بحال هادشي تيوقع بالليل ما بالنهار تتكون الحركه غالبا تيوقع هادشي بالليل ما بالنهار تتكون الحركه قالوا لي كاين شي قناطر بحال هادي كيكون فيها الكريساج كاينه وحده اخرى لهير قدام مالها شحال تاهي فين تقريبا نفس المشكل تاهي تهربوا في هذا الحجار ولكن هي غير باساج غير ديال الرجلين على الراجلين تيكون فيها تاهي بعض المرات مشاكل على قبل السرقه ولا على قبل حمق انا تنسميها حمق هذا حمق وقلت التربيه شي نقول واحد الحاجه على الدائره اللي قلتي ديال غيشير على الطوموبيل هذه ما غايديرهاش واحد بعقله كبير فهمتي غايديرها شي واحد صغير در صغير اللي غايدير واش غنقول لك الله يهدي داك الدري الصغار ما عرفت هذوك واش كيجيو ملاعب ولا شنو هو ما نقول حتى انا دزنا من واحد مرحله الطفوله حنا كنا كنديروا الصداع وهذا كما وصلات بينا غنشيروا على الطوموبيل قلنا بنادم كيموت واخويا اش غنقول لك دابا ما عرفت غنقول لك ولكن الله يهدي بنادم الله يهدي بنادم ماشي اللي كاين اما واحد بعقله راه ما غايدير شي اخويا